أهلا وسهلا بكم مشاهدين في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. نبدأ من موقع عربي 21 ومقال للكاتب جاسم الشمري. اتفق العقلاء عبر العصور على أن السجون وضعت لتكبيل الأشرار وتقليل ضررهم على المجتمع والسعي لإصلاحهم ليعودوا ثانية بعد أن ينالوا جزاءهم العادل ليساهموا في بناء المجتمعات. ومن هنا تعتبر السجون حالة صحية لتصفية المجتمعات من المجرمين والمخربين والإرهابيين والمرضى النفسيين، لكن بالمقابل تعتبر تلك السجون حالة مرضية حينما تكون مقبرة لدفن الأبرياء ومحجرا لكل من يراد التخلص من دورهم الإيجابي من قبل قوى الدولة واللا دولة. وتعتبر حكاية سجون العراق قصة لها أول وليس لها آخر، وبدايتها كانت بعد الاحتلال الأمريكي، أما نهايتها فلا يمكن تحديدها بسهولة لأنها حتى الآن مستمرة بمآسيها وأحداثها التراجيدية والمأساوية السوداء. بمناسبة كلامنا عن السجون وحكايات الظلم، لا يمكن أن نقفز على قصة النائب السابق أحمد العلواني الذي اعتقل ليلة 28 من شهر كانون الأول ديسمبر عام 2013 من منزله في محافظة الأنبار الغربية، حيث هاجمت قوات الطوارئ سوات منزل العلواني واعتقلته بعد أن قتلت شقيقه وجرحت ابن عمه، فضلاً عن 15 آخرين من حماية وأفراد أسرته. إذن كان هؤلاء المتهمون الأبرياء الكبار يمتلكون الأوراق الضاغطة على القوى السياسية بشخوصهم أو كياناتهم للحصول على براءتهم. فمن سيكون لعامة السجناء المظلومين الذين لا يملكون حتى قوت يومهم؟ ومن سينصفهم وينقذهم من سجون ومقابر الموت البطيء؟ وقد كشف علي الحاتم شيخ عشائر دليم الذي عاد قبل أسبوع لمنزله في الأنبار بعد 8 سنوات من التهجير والمطاردة عن أن العلواني سيطلق سراحه. ويأتي تصريح الحاتم بعد أسبوعين من براءة الوزير السابق رافع العيساوي، ولا ندري كيف اتهم الحاتم والعلواني والعيساوي وغيرهم وهم أبرياء قطعا وقد ظلموا بشكل علني وقانوني، ثم اليوم تسوى ملفاتهم وفقا لسياسة المقايضات القضائية الهادفة لضرب الشركاء والتي فرضت نفسها على الواقع نتيجة الانغلاق السياسي المستمر منذ 7 أشهر. لكن السؤال المفروض الآن، إذا كان هؤلاء المتهمون الأبرياء الكبار يمتلكون الأوراق الضاغطة على القوى السياسية بشخوصهم أو كياناتهم للحصول على براءتهم، فمن سيكون لعامة السجناء المظلومين الذين لا يملكون حتى قوت يومهم؟ ومن سينصفهم وينقذهم من سجون ومقابر الموت البطيء؟ ونبقى مع مقال الكاتب جاسم الشمري حول السجون العراقية، حيث يقول: لا ندري هل الحلول أو تصورات بناء الدولة تكون بزج الأبرياء في دهاليز قاتلة مميتة؟ يفترض أن تكون الخطوة اللازمة والفورية هي إطلاق سراح جميع الأبرياء وتخليصهم وعوائلهم من العذاب والبؤس والشقاء المرافق لها في حالة لا حياة ولا الموت المفروض عليهم بسبب الظلم وتغييب الأبرياء في دهاليز السجون المظلمة والقاتلة. لقد أثبتت التجارب أن السجن في العراق ليس المكان الذي يقيد حرية السجين وحسب، بل هو المدفن الذي يهان فيه البريء ويموت فيه الضعيف والسقيم ويطمر فيه الصبور المحتسب ويغيب فيه المسكين الذي لا يجد من يدافع عنه، وينحر فيه من دافع عن القيم الأصيلة دون أن يكون له أي حزب يسانده أو كيان يصونه. ما يجري في العراق من تناحر وخراب قد يكون بسبب دعوة سجين مظلوم أو أمه أو زوجته أو أخته، وهذه الدعوة سرت في جنح الليل والظالم نائم ولكن الله لم ينم.
يفترض أن تكون الخطوة اللازمة والفورية هي إطلاق سراح جميع الأبرياء وتخليصهم وعوائلهم من العذاب والبؤس والشقاء المرافق لهم في حالة لا حياة ولا موت المفروضة عليهم بسبب الظلم وتغييب الأبرياء في دهاليز السجون المظلمة والقاتلة، لنجعل من السجون دوائر إصلاحية وليست مدافن لزرع الأحقاد والكراهية والإرهاب. ما زالت أوضاع العراق رغم انتهاء نتائج الانتخابات غير مستقرة، ولم تشهد استقراراً بسهولة وسط التنازع الراهن على المواقع والمناصب العليا، تلك المناصب التي ستحكمها من الآن فصاعداً قواعد وضوابط تبدو جديدة، ولكن لها أصولها ومعطياتها الراسخة في الساحة السياسية العراقية التي تكرست طوال الفترة الماضية حتى قبل إجراء الانتخابات الأخيرة. تقول الكاتبة ثائرة أكرم العقيدي في صحيفة الميثاق الوطني: هناك من المنتفعين والمرتزقة من يدافع ويتغنى بسياسات الإقصاء والتهميش والإجرام والقتل والاعتقالات العشوائية رغم إزاحة بعض مسؤوليها عن رأس السلطة، مثل حقبة حكم نور المالكي المظلمة الفاشلة على كافة الأصعدة، والمتغنون بذلك هم إما المستفيدون من تفشي الفساد في العراق أو من أعضاء حزب الدعوة أو المنتفعين من باقي الأحزاب الدينية الذين تتغير وجهاتهم السياسية وفقا لمصالحهم وامتيازاتهم المالية. نور المالكي الذي فشل فشلا ذريعا ليس فقط في تحقيق مطالب الحياة الأساسية للشعب العراقي المقهور، بل لخلقه الأزمات السياسية والأمنية وترسيخ الطائفية في المجتمع للتغطية على فشله الذي أسكم الأنوف وطائفيته المقيتة التي مزقت المجتمع العراقي. وما زالت سموم المالكي تبث في كل مفاصل الحياة في العراق في حسابات التاريخ وأحكامه الصارمة. نور المالكي تسلط على رقاب العراقيين 8 سنوات كانت هي الأفظع والأفشل والأكثر إرهاباً في تاريخ العراق المعاصر، كما أن اللصوصية انتعشت في فترة تسلطه. قادة حزب طائفي فاشلون لهم تاريخ أسود في العمالة والتآمر مع الأعداء لتدمير العراق، لذلك فسحوا المجال لكل الفاسدين بسرقة ونهب ثروات العراق، ومع ذلك ما زالوا يعلنون وجودهم وحضورهم في المشهد العراقي الذي ساده الذل والاستعباد والهوان بسبب حكومات الاحتلال ما بعد عام 2003. في فترة حكم نور المالكي تفكك وانهار ما يسمى الجيش العراقي الذي أسس بشكل شاذ من فصائل وميليشيات مسلحة كانت تقاتل ضد الجيش العراقي قبل احتلال العراق وأثناء دفاعه عن أرض العراق وشعبه، والعالم كان شاهداً على انهيار جيش المالكي في الموصل. وفي فترة تسلط نور المالكي المظلمة تعاظم النفوذ الإيراني في العراق لدرجة الاحتلال المباشر، ولحوكم نور المالكي على جرائمه في العراق فإن أقل وصف سيلازمه هو خائن الوطن، لكن ذلك لا يحدث في عراق تسيطر عليه الأحزاب الطائفية الولائية. المالكي قائد الميليشيات وفرق الموت وصاحب الأيام الدموية ومجاميع الاغتيالات وتشريد ملايين العراقيين وصاحب الشكر والثناء الفريد للأمريكان بتقديم باقة الورد لقتل الجنود الأمريكان في العراق الذي حمل لقب الكذاب عند الشعب العراقي. يقول الكاتب أسامة أبو أرشيد: من يتابع تغطية الإعلام الأمريكي التقليدي والسائد المرئي منه والمسموع والمقروء للاجتياح الروسي لأوكرانيا يخرج بانطباع أنه إعلام ينطق نيابة عن الأجندة الرسمية بالولايات المتحدة في هذه الأزمة الدولية، أو أنه في خدمة تلك الأجندة التي تشيطن روسيا وتقدمها عدواً متوحشاً معتدياً، في حين جعلت من أوكرانيا قصة صمود وبطولة وفداء. طبعا ما سبق لا يعد استثناءات، ولكن التيار الغالب هذا وصفه، وإن كان الواقع كذلك فإنه يطرح سؤالا مركزيا بشأن حقيقة استقلال الإعلام الأمريكي عندما يتعلق الأمر بالسياسة الخارجية لواشنطن وأجنداتها العالمية الكبرى خاصة في العراق. يجد هذا الإعلام نفسه مضطرا لمراعاة المشاعر الشعبية العارمة في لحظات تاريخية فارقة.
رأينا ذلك في عقاب هجمات 11 من سبتمبر عام 2001، عندما تحول الإعلام الأمريكي إلى مصدر تحريض على الكراهية ضد الإسلام والمسلمين، ولم تكن النزاهة والحيادية والموضوعية ضحاياه الوحيدة، إذ شملت قائمة الضحايا أيضاً بناء الأطر الإدراكية بل والحقائق نفسها. وعلى هذا الأساس ثم انقسام بين الخبراء والأكاديميين حول الدور الحقيقي الذي تلعبه وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى بالسياسات الخارجية للولايات المتحدة أو في خدمتها، فضلاً عن الكيفية التي يغطي بها الإعلام الأمريكي راهناً للاجتياح الروسي أوكرانيا. يذكر بعض الباحثين بقصة التقرير الذي نشرته صحافية أمريكية اسمها جوديث ميلر في صحيفة نيويورك تايمز عام 2002، زعم وجود معلومات وأدلة على امتلاك العراق حينها أسلحة دمار شامل. وكانت ميلر هذه كانت معروفة بارتباطاتها باليمين الأمريكي واللوبي الصهيوني، ومصدرها في ذلك التقرير ما زال مجهولاً، رغم أن الصحيفة أقرت عام 2015 أن ما جاء فيه لم يكن مستوفياً شروط النشر. الباقي تاريخ. إذن أقدمت إدارة بوش الابن بعد ذلك التقرير وغيره بأشهر على غزو العراق. استعرضت الكاتبة الفلسطينية الأمريكية في مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست كيفية تبييض وسائل الإعلام عنف الاحتلال ضد الفلسطينيين. قالت مديرة الاتصالات في الحملة الأمريكية من أجل حقوق الفلسطينيين إن عنف قوات الاحتلال المحسوب بعناية يأتي مع دخول الفلسطينيين المسلمين الأيام الأخيرة من شهر رمضان، ونبهت إلى أن كبرى وسائل الإعلام تستخدم لغة لا تعترف باختلال توازن القوة بين الجهاز العسكري الإسرائيلي والشعب الفلسطيني الأصلي. عند النظر إلى لقطات ما حدث فإن الديناميكية واضحة، قوى بالعتاد والبنادق مقابل المصلين الذين يركعون في الصلاة. ومع ذلك تصف التغطية الإعلامية الغربية بشكل روتيني هذا الوضع بأنه معقد، وتصور عنف الدولة هذا على أنه اشتباكات وتوترات بين الجانبين. وأضافت: الفلسطينيون لا يقتلون، نحن ببساطة نموت عندما تداهم القوات الإسرائيلية أحياءنا في منتصف الليل وتقصف أطفالنا وتهدم منازلنا وتستعمر أرضنا وتقتل شعبنا، فنحن إلى حد ما محرضون متساوون. وأكدت أن تغطية الأحداث في فلسطين يتناقض مع تغطية الحرب في أوكرانيا، حيث توضح وسائل الإعلام الغربية أن روسيا هي المعتدي والشعب الأوكراني مقاوم كما يفعل أي شخص إذا تم غزو وطنه. أشارت إلى أن وسائل الإعلام انتقلت من الدعوة إلى فرض عقوبات على موسكو إلى الإشادة باستخدام زجاجات المولوتوف ضد الجنود الروس في كييف، وشددت على أن وسائل الإعلام عندما يتعلق الأمر بالاحتلال الإسرائيلي لفلسطين دائما ما تفشل في تسمية المعتدي، لكنها في الوقت نفسه تطلق على المدنيين الأوكرانيين الذين ألقوا زجاجات الحارقة على الدبابات الروسية وصف الشجعان. ولكن صور قصي حمامرة البالغ من العمر 14 عاماً على أنه يشكل تهديداً فورياً بعد أن دعا جنود إسرائيليون مسلحون أنه ألقى عليهم زجاجة حارقة. نشرت صحيفة فاينانشال تايمز تقريراً لمراسليها سامر الأطرش ولورا بيتيل، قال فيه إن روسيا خفضت من أعداد المقاتلين السوريين ومرتزقة شركة فاغنر في ليبيا. أضاف أن غزو روسيا لأوكرانيا قيد من انتشار الشركة في شمال وغرب أفريقيا، وجاء في التقرير أنه تم سحب أكثر من 1000 مقاتل سوري نشرهم الكرملين في ليبيا، وذلك بحسب مسؤولين ليبيين وغربيين، فيما رأوا أنه إشارة أولى عن آثار الحرب الأوكرانية على عمليات نشر المقاتلين والمرتزقة في الخارج. وقال مسؤولان غربيان إن حوالي 200 من مرتزقة فاغنر و1000 مقاتل سوري تم سحبهم في الأسابيع الماضية. أكد ثلاثة مسؤولين أن ما جرى هو عملية تخفيض للمرتزقة. واعترف مسؤول في الإقليم بوجود نحو 5000 مرتزق في البلد يعملون نيابة عن موسكو، وأكد مسؤول ليبي بارز أن الروس سحبوا المرتزقة من بلده
لكنه لم يقدم أرقاما. وقال عماد الدين بادي الباحث البارز في المجلس الأطلنطي: في البداية سحب السوريون ثم أفراد فاغنر. وأضاف أن الأسابيع الماضية شهدت حركا متزايدا في هذا الاتجاه، مع أنه لا يزال عدد منهم ولكن أقل. وقالت الصحيفة إن نشر المرتزقة أعطى روسيا في السنوات الماضية موطئ قدم في شمال وغرب أفريقيا. ففي بلدان مثل جمهورية أفريقيا الوسطى ومالي استغل الكريملين السخط على فرنسا الدولة المستعمرة السابقة وعزز من تأثيره، حيث استخدم ليبيا كمركز لنشر المرتزقة في القارة. إلا أن ثمن غزو أوكرانيا أدى إلى الضغط على عملية نشر المرتزقة في وقت تحدث التقارير عن مغادرة 200 من عناصر فاغنر جمهورية أفريقيا الوسطى. وخفضت روسيا من أهدافها في أوكرانيا بعد سلسلة من النكسات في ساحة المعركة، وتكبدت أيضا خسائر كبيرة في الجنود أعلى من الرقم الذي اعترفت به في نهاية آذار مارس، وهو 1351 جنديا. وقالت بريطانيا يوم الثلاثاء إن نحو 15,000 جندي روسي قتلوا في الشهرين الأولين من الحرب. وقال اثنان من المسؤولين الغربيين إن روسيا لم تكن لديها نية لسحب المرتزقة من ليبيا، إلا أن القرار جاء بعد الفشل في تحقيق منجزات في أوكرانيا. يجذب وادي رم المغطى بالرمال الحمراء في جنوب الأردن الانتباه بجماله التاريخي والطبيعي، حيث يستضيف مئات الآلاف من الزوار كل عام بسبب مناظره الطبيعية الفريدة وأهميته التاريخية والثقافية، فضلا عن توفيره تجربة زيارة المريخ على الأرض. والآن مشاهدينا مع رسوم الكاريكاتيرية. بهذه الرسوم نصل لختام حلقة اليوم من صدى الأقلام. في صدى أقلام جديد نلتقي بحول الله وقوته. دمتم بخير مشاهدين، إلى اللقاء.